سلام خويا، انا حنا جبتني الياس. انا الابن ديال ديك المراه اللي سبت الجاليه المغربيه. انا عارف ان امي ما دارت شي حاجه مزيانه، ولكن انتما ما ديروش حاجه خايبه وتحرموا ابن من الام ديالو. ارى انا قامت لي تكنس وحق الله، حيتاش الام ديالي كاينه في السجن وانا كاين هنايا، والناس اللي كيقولوا ان امي جاو البوليس والدواء، هي لا ما جاوش البوليس، راه امي اللي مشات سلمت الراس ديال نفسها. امي ندمان على درت داك الفيديو، عفاكم سمحوا لي اعلى وجهي، حيتاش انا مازال باقي صغير باش امي تجي ليا. عفاك الجاليه المغربيه كنطلب منك انك تسامحي الام ديالي وما عمرها تعاود. هي راه كانت كضحك مع الاصدقاء ديالها واللي طعنوها في ظهرها وغدروها ومشاو خلاوات بارطاجوها وداروا ليها بحال هاد الشوا. انا عافاك كنطلبك اخويا تسامحي ما تدير هاد الاوديو ديالي في القناة ديالك، باش تعرف الجالية المغربية ان ماشي الام ديالي اللي كتعاقب، راه انا اللي كنتعاقب وكنتشوى على امي. كنطلبكم كامل اي واحد راه يحس بيا هما اللي فقدوا الامهات ديالهم ما شافوهم، راه انا امي كانت عندكتها باش مشات تسلم راسك. قلت ليها بسلامه وذبيح الله، قلت لي ذبيح الله ولدي كامل داكشي زهنا تانيه وهي كاينه في الكوميساريه كتقول لي ولدي هاني جايه راجعه ليك راجعه ليك ما تخاف، ولكن ما جات. كنطلب من الجاليه المغربيه تسامحها، عافاكم راه عمرها تعاود، عمرها دير بحالك راه انسانه طيبه امي، عمرها تعاود بحالك. كنطلب منك اخويا الصالح يدوز الاوديو ديالي، وكنطلب من الجاليه المغربيه كامله، فرنسا ايطاليا بلجيكا اي جاليه كاينه في اي دول، حنا كنفتخروا بهم، وانا عائلتي اللي راه كاينه برا حتى هي، وما نبغوش ليهم انهم يتاداو. راه امي كانت هكا داك في التليفون وضحكوا عليها وما خربوا. عفاكم على وجهي، ما تخلونيش نتشرب بسبب فيديو. كنطلبكم كامل إذا كانت أمي دارت الغلط ما تخلونيش أنا اللي نتعاقب عليه. كنطلب من الجالية المغربية تسامحها على وجهي. مازال أنا ما قادر نفقد الأم ديالي، راه أنا راه دوزتو بلا بير، راه دوزتو بحل، راه البارح ما نعسناش، أنا ما نعستش وفي ناس نعسو وأنا ما نعستش. راه وليت كندوز الليالي ما كان الناس كندوزها في الصباح ساعة ولا ساعتين، راني مقهورة على الأم ديالي، عافاكم ما سامحوها. راه مسكينة أنا دوزت المؤبد وأنا نكبر بلا أم، وعارفين المجتمع ديالنا قاصح وكنتعرضوا للتنمر في المدرسة. كنطلب من الجالية المغربية تسامح أمي، كنطلبكم أنا اللي كنطلبكم دابا على وجهي أنايا، على وجهي. راه مازال أنا متأمن بطن الأم ديالي، عافاكم راه أنا اللي داير لكم دابا هاد الأوديو، أنا اللي داير لكم هاد الأوديو كاين بوحدي في الدار. كنطلبك أخويا سويد صباحي دوز الأوديو ديالي، شكرا. وكنتمنى الجالية المغربية تقبل الإعتذار ديالي أنايا، صافي نساوها، تقبل الإعتذار ديالي أنايا، أنا اللي معتذر منكم. انا اللي ما تخلونيش نتعاقب على خطا دارت امي، راه انا اللي كنتعاقب ماشي هي. انا كتبغوا لي 20 عام راه حياتها كامل وغادي نكبر انا يوم ما نشوفهاش. كنطلبكم الله يرحم لكم الوالدين، ما تسامحوا مع امي، الله يرحم لكم الوالدين. وهذا الشيء اللي عندي، شكرا.